التعليم الإعلان الرسمي عن الثانوية العامة عقب الانتهاء من إجراءات المراجعة. أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد النتيجة سيتم فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها. وقال إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أدلى من قبل بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان النتيجة أوائل أغسطس المقبل، وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية منعا لإثارة البلبلة والتشتيت للطلاب وأولياء الأمور.